اشتباكات من مسافة صفر في جبال صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. المشاهد وزعها المركز الإعلامي للقوات المسلحة، وتظهر اقتحامات جنود الجيش لمواقع العدو رغم كثافة النيران. وبحسب المركز والمشاهد المصورة، فقد سيطر الجنود الذين خاضوا عملا فدائيا على عدد من المواقع في سلسلة جبال صلب خلال الساعات القليلة الماضية، كما أسروا العديد من عناصر ميليشيا الحوثي في الأيام السابقة. وبث المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهدا لأسلحة استعادها الجيش تشمل قذائف وبنادق وذخائر. وعلى عكس ما يدور في وسائل التواصل، فإن كتائب الجيش في نهم تهاجم من جديد لاستعادة الأراضي والمواقع التي خسرتها نهاية يناير الماضي. أما في حزم الجوف، ما زالت الاشتباكات متواصلة في منطقة الجر شرق المدينة، حيث يستميت عدد من القيادات العسكرية والقبلية في مقاومة ميليشيا الحوثي منذ أيام. بينما تقول مصادر عسكرية أخرى إن الجيش في اللبنات واليتمى يحتفظان بمواقعهم هناك. وفي شوارع الحزم هجرت ميليشيا الحوثي آلاف الأسر، وبدأت حملة اختطافات وسيطرة على المنازل وتفجيرها، وسيطرت على مؤسسات الأموال وشركات الصرافة ومحطات الغاز والوقود، وحولت المدينة الصغيرة إلى مدينة أشباح.